مصادر تمويلها وأهدافها. ثم نتحدث عن المرأة في المجتمع الإسلامي، ما هو دورها، ثم نتحدث عن الواجبات الملقاة على عاتقنا للتصدي لمثل هذه الهجمة على مستوى البيت والأسرة داخل الحياة الإسلامية، وعلى مستوى المجتمع والعلاقات اليومية المتجددة في هذا السياق، وعلى مستوى المستقبل لهذه الأمة، ما هو دورنا اليوم رجالا ونساء في تحديد مستقبل هذه الأمة الإسلامية الكريمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بخير أمة أخرجت للناس. لكن قبل أن أدخل في مفاصل هذه المحاضرة، أريد أن أعرض عليكم بعض القضايا عبارة عن أحداث نستشرف من خلال هذه الأحداث الكيد العظيم الذي يدبره الكفار للمرأة المسلمة. الحادثة الأولى حصلت عام 1934، يعني زمان، في مصر، حيث بدأت مؤسسات التخريب عملها في مراكز محددة لها في بلاد المسلمين، مركز في بيروت، مركز في اسطنبول، مركز في القاهرة، وهكذا. والحادثة كانت عبارة عن مشهد تمثيلي، يعني أشبه ما يكون بالمسرحية، رتبه جماعة حزب الوفد لما انطلق الموفدون أو الوفد إلى فرنسا للحوار حول مستقبل واستقلال مصر في فرنسا. كان اللقاء، وكان مقررا أن يعودوا عن طريق البحر إلى ميناء الإسكندرية، وما كان في زمن طيارات زي اليوم يتحركوا طيارات الناس. فالترتيب كان أن يأتي جماعة الوفد باعتبارهم ممثلين للدولة وللثورة وللمناضلين ومشهورين، تمام، والناس تستنى فيهم حتى يجوا يعطوهم ملخص اللي حصل في الاجتماعات، يدخلون إلى سرادق الرجال. كان سرادق مستقبلين رجال وسرادق مستقبلين نساء، كما هو الحال عند المسلمين دوما، فصل الرجال عن النساء، وهذا أصل في الحياة الاجتماعية عند المسلمين، فصل الرجال عن النساء. فصار الترتيب انه يجي ويدخل على سرادق الرجال كالمعتاد. في اللحظة الأخيرة غير الوفد المسار تبعه ودخل على سرادق النساء. فلاقته هدى شعراوي وافدة النساء، وسلمت عليه مصافحة، وكشف عن وجهها ورأسها، وصفق بعض النسوة والرجال اللي معاه في انطلاق شرارة التحدي للحجاب الشرعي. هذه القصة. القصة الثانية أيضا في مصر وبعد ذلك لعام أو أقل، نشرت إحدى الصحف المصرية صورة وتعليق. الصورة لامرأة في شوارع القاهرة، ظاهر من غرة شعرها، من مقدمة شعرها شيء بسيط تحت الحجاب، يعني مش مقمطة كمطة مضبوطة ولا شعرة تبين، مرخية ومبين ايش؟ شوية من هذا بشكل متعمد، ونازل وماشي في الشارع، لقطتها الكاميرا، حطوا صورتها في الجريدة، وتحتها تعليق: أول امرأة تنزل سافرة في شوارع القاهرة.
اليوم مشهور عند الجميع، شو واحد اليوم النت تبعه في جيبته، في الايفون تبعه، في الكذا، في البيت، حط في اليوتيوب على المطلوب، تمام؟ يأتيك الفيديو الذي بدقيقتين أو ثلاثة يلخص الكلام. سووا لقاء مع امرأة مسلمة مستورة محجبة ما شاء الله عنها أبدع ما يكون، تروي قصة إنه في قبل ثلاث سنوات تقريبا صار في حفلة زواج، قاعة النساء الحال، قاعة الرجال الحال، ومع الأسف إنه شوية نسائنا ببالغن في التبرج والعري في أوساط النساء. هذا نقطة بدنا ننتبه لها، حتى لو في قاعة النساء يحرم على المرأة أن تكشف عورتها إلى النساء إلا في ظروف استثنائية، أما في الوقت الطبيعي ليش تكشف عورتها؟ عورتها لا تنكشف إلا على زوجها ومحارمها بس. فبالغ كالمعتاد في التعري واللباس والتفاخر باللباس وغير ذلك. وكانت هناك امرأة من حيفا اسمها سهى عراف مندسة إلى هذه الحفلة، فصورت الحفلة كاملة وباعت الشريط اللي صورته لمين؟ المفروض تبيعه لجهات معادية للإسلام والمسلمين، باعته للتلفزيون الفلسطيني. التلفزيون الفلسطيني بث الشريط، هاي التراث الشعبي تبعنا. فلما بث الشريط بعد ثلاث سنوات من الحفلة جن جنون الرجال الذين رأوا نساءهم عاريات على الفضائيات وهم أهل دين وأهل تستر وتحجب. فحتى إعداد هذا الدرس كان في خمس نساء مطلقات الأم وثلاث بنات وامرأة أخرى، هاي أربعة، والعروس ومعها ثلاث أولاد، لأنه ما في إنسان حر يقبل أنه عورته تنكشف بهذه الطريقة. ولذلك احذروا من التبرج في القاعات، احذروا من التصوير في القاعات، ولا تأمنوا نهائيا، لأنه هذا من أخطر ما يكون. نأتي الآن إلى المؤسسات. هذا الكلام الأمثلة هاي تعطينا قديش في أبواب مسلطة على إفساد المرأة المسلمة، لأنه دوروا على المرأة المسلمة وجدوها مستورة في البيوت، في الخدور، في الأماكن المخصرة، لا تصل إليها عيون المتلصصين ولا أيدي العابثين ولا تسمع كلام الفاسدين، مصونة درة، اللي عنده درة وجوهر ما بيرميها على الشارع، بيحافظ عليها وبيحطها في علبة، والعلبة في جوا علبة، والعلبة في صندوق، والصندوق في الخزانة، والخزانة مسكرة، وفي الغرفة، والغرفة مسكرة في الدار، وهكذا بيحافظ عليها. المرأة عرضهم يجب أن يصان، والمرأة شيء ثمين مش شيء بسيط في المجتمع. فلما جند الكفر جيوشه لإسقاط دولة الإسلام، وهو يعلم مركز دولة الإسلام وقوة الخلافة الإسلامية التي كانت تنتظر الرؤساء الأوروبيين لما يقع في الأسر، تمام، حقداً على الإسلام والمسلمين، نجحوا في النهاية في أن يضربوا الرأس، فكسروا الجناحين وكسروا الرجلين، وبالتالي جاء مصطفى كمال عليه من الله ما يستحق، وأعلن نظام الجمهورية العلماني وإلغاء نظام الخلافة، وجاء الكفر ونصب نواطير من الحكام على كل بقعة من بلاد المسلمين تحت مسميات الدولة الوطنية والدولة القومية. لكن من الذي قسم الجنود الإنجليز والفرنسيين وجنودهم وضباطهم وسياسيوهم؟